لمزيد من المتابعة فيما يتعلق بالاقتراع في الانتخابات التونسية، ينضم إلينا عبر سكايب من تونس المستشار ماهر الجديدي، نائب رئيس هيئة الانتخابات في تونس. مرحبا بك سيادة المستشار معنا في هذه الجولة الإخبارية. لو تطلعنا على الوضع كيف يبدو فنيا ولوجستيا بعد انطلاق الاقتراع بالفعل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. في الحقيقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استعدت كل الاستعدادات لإنجاح المسار الانتخابي، انتخابات التشريعية. الأمور المادية واللوجستية والبشرية هي على أحسن ما يرام. اليوم جميع مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها من 8 صباحا لتستقبل وفود الناخبين من أجل القيام بواجبهم الانتخابي. اليوم بلغ عدد مكاتب الاقتراع 11331 مكتب اقتراع، موزعين على 4551 مركز اقتراع. الإطار البشري الذي سيؤمن عملية الانتخابات والاستعدادات اللوجستية كلها متجندة من أجل إنجاح المسار الانتخابي. تأمين مقرات المكاتب الاقتراع من طرف الجيش الوطني ووحدات الأمن على أحسن استعداد. اليوم نتطلع إلى أن يبادر الناخبين التونسيين من أجل التوجه لصناديق الاقتراع وقيامهم بواجبهم الانتخابي من وتنطلق، وهذه العملية تتواصل إلى حدود الساعة 6 مساء. في الحقيقة منذ صباح الباكر سجلنا أعداد مهمة جدا من طرف الناخبين الذين توجهوا لصندوق الاقتراع. إلى حدود الساعة 9:30 صباحا سجلنا عدد 113,000 ناخب أدلوا بأصواتهم، بمعدل 1500 ناخب كل دقيقة، ولكن هذا النسق سيشهد تصاعدا خلال الساعات القليلة القادمة. على كل حال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد دقائق قليلة سوف تقدم الإحصائيات الأولية لمشاركة الناخبين في الانتخابات. هذه الإحصائيات سوف نطلعها للرأي العام في الدقائق القليلة القادمة. طيب سيادة المستشار، متى يكون البدء في الطعون وثم بعد ذلك إعلان النتائج؟ شكرا. هي الطعون تبدأ بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، وهذا سيكون إن شاء الله على أقصى تقدير. القانون الانتخابي يمنح الهيئة 72 ساعة أي 3 أيام، ولكن في تقديري سوف لن نستغرق كامل هذه المدة التي أجازها المشرع للهيئة، وإنما سيتم الإعلان عن النتائج الأولية في غضون 48 ساعة لتنطلق الطعون أمام المحكمة الإدارية. ولتوضيح للرأي العام، هو الطعن يكون ابتدائيا ثم استئنافيا. نتوقع أن مسألة الطعون ستأخذ أسبوعين أو 20 يوما على الأقل، ثم نعلن عن النتائج الأولية للدور الأول، النتائج النهائية للدور الأول. بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول ننطلق في الدور الثاني. الدور الثاني هو بعد أسبوعين من النتائج النهائية للدور الأول. وهل إعلان النتائج سيكون متعلق بنتائج الداخل والخارج في نفس التوقيت، أم إعلان النتائج فيما يتعلق بالخارج أولا؟ لا، هو إعلان النتائج سيكون في جميع الدوائر، في الخارج وفي الداخل. التصريح بالنتائج هو يشمل الداخل والخارج. طيب على ذكر الخارج، هناك عدد من الدوائر لم يتقدم بها أي مرشح في هذه الانتخابات، كيف سيكون وضع هذه الدوائر سيادة المستشار؟ صحيح، هو من مجموع 10 دوائر في الخارج، الدوائر التي فيها مترشح وحيد هو 3 دوائر، هي فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا. ولكن حال انتصاب مجلس نواب الشعب للبدء في عمله، يتم معاينة شغور في هذه الدوائر بالخارج، ويتم طلب الهيئة من أجل إجراء انتخابات جزئية لاستكمال تركيبة مجلس نواب الشعب. نتوقع أن المجلس النيابي الجديد سوف يتخذ قانونا انتخابيا جديدا أو تعديلا على القانون الانتخابي الجديد من أجل تبسيط إجراءات تقديم ترشح، على اعتبار كما تعلمون أنتم السبب
السبب الذي أدى إلى شغور في الدوائر في الخارج هي الإجراءات والشروط المشحفة التي كانت في تقديم مطالب الترشح. نتوقع أن البرلمان القادم سوف يبسط نوعا إلى حد ما طريقة تقديم مطالب الترشح، وبناء على القانون الجديد سوف يتم تنظيم انتخابات جزئية واستكمال تركيبة مجلس نواب الشعب. شكرا جزيلا لك من تونس المستشار ماهر الجديد نائب رئيس هيئة الانتخابات.